تخيل معايا واحد النهار تخرج من دارك تمشي للمستشفى مثلا تزور شي حد من الاقارب ديالك، فاش ترجع تلقى جاو شي ناس اخرين بدلوا لك اللوبه ديال الباب ودخلوا سكنوا في المنزل ديالك. هادشي بالضبط اللي وقع لواحد السيد اسباني ساكن هنا في طراغونا. انا في هذا الفيديو نتقسم معكم جميع المعلومات الخاصه بهذا الموضوع هذا وشنو كيقول القانون الاسباني على التعدي على الممتلكات. مهم بزاف انك تعرف هذه المعلومات هذه باش تحمي راسك الى قدر الله وطحتي في موقف بحال هذا. زائد غادي نتكلموا على القانون الجديد اللي طبقات اسبانيا واللي عنده علاقه بالتدخين واللي بغات اسبانيا تنقص من استهلاك التدخين. غنوضحوا شنو كيقول القانون في هذا الباب هذا. الموضوع الاول عنده علاقه بالتعدي للممتلكات. شوفوا معايا مقتطف اللي داز على القناه باش نكملوا ونشرحوا بالضبط شنو وقع وشنو خاصك تعمل باش تحمي راسك. اول حاجه السلام عليكم وتحية طيبة للجميع، دير معك لايك، شوف معايا هذا المقتطف ونكمل معك الفيديو. Todo pasó en solo 5 horas desde que Luciano salió de casa hasta que llegó. Todo esto de aquí fuera yo recogí. Esto no es mío. Le habían cambiado el bombín de la puerta. Empieza a picar. No va a entrar, no va a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? Dos personas estaban dentro, ojo. Todo me lo han vaciado. Las habitaciones, los armarios, todo. Los cuadros me los han descolgado. Así es como se la encontró. Ha quitado hasta las sábanas donde dormía. Ha tenido que pasar la noche sin puerta, con todo abierto. Los delincuentes han sido detenidos por allanamiento de morada. إذن الإخوة والأخوات كيف ما شفتوا وكيف ما سمعتوا، هذا واحد السيد إسباني كيسكن في طراغونة خرج من داره مشى للمستشفى يزور أحد الأصدقاء ديالو، فاش رجع لقى جاو ناس آخرين وفرعوا الباب بدلوا اللوبه ودخلوا سكنوا له في داره. هذا شنو كيتسمى هذا؟ بالإسبانية كيتسمى عينامينتو مورادا، بالعربية المعنى ديالو التعدي للممتلكات. هذا السيد هذا من حسن حظه أنه مشى ورجع في نفس النهار ولقى يعني دخلوا الناس اخرين سكنوا له في الدار ديالو. الارتيكل 202 من الكوديغو بينال ديال القانون الاسباني اللي كيتكلم على هذا التعدي للممتلكات، شنو هي العقوبات اللي ممكن غادي ياخذوها هاد الناس هادو اللي دخلوا سكنوا في هاد الدار ديال السيد؟ لان هاد السيد هذا فاش دخلوا للدار ديالو هاد الناس هادو ملي رجع بغى يحل بالساروت ما تحلتش تشوي الباب، فاش بقى كيهضروا معاه من داخل كيقولوا له راه ما تقدرش تدخل لان احنا بدلنا اللوبه. ديك الساعه طار هو عيط للبوليس، جاو البوليس بقاو كيطلبوا منهم انهم يخرجوا، ما بغاوش يخرجوا. ديك الساعه طلبوا الاذن من صاحب المنزل انهم فرعوا الباب. ديك الساعه البوليس دار خدمته، فرع الباب وطيح الباب وجبد ديك الناس اللي كانوا في الدار ديال السيد، اللي كانوا جوج ديال الناس، وطبعا الحال وداوهم للكوميساريه. دابا القانون الاسباني شنو كتسمى هادشي هذا بالضبط؟ هادشي هذا كيتسمى كما قلنا الايانامينتو مورادا. ايانامينتو مورادا هي التعدي للممتلكات. فوقاش كيتحسب ايانامينتو مورادا وشحال ديال الوقت عندك باش ديكلاري دغيا باش يجيو ويرميوهم للشارع ديك الناس يدخلوا دارك دغيا. القانون الاسباني اللي كيتكلم على التعدي للممتلكات كيعطيك الحق او كيعطيك الوقت ديال 48 ساعه. اذا مشيتي لشي بلاصه جا شي حد دخلك للدار ديالك وسقتي له الخبر او لا مشيتي اليوم لا غدا رجعتي لقيتي شي واحد دخلك لدارك، انت عندك الحق تعيط للبوليس ويجيو يجريو عليهم يرميهم للزنقه كيف ما بغا يكون النوع ديالهم. كانوا عائله، كان زوافريه، كان اللي كان عندهم دري صغار، اللي كان اي ناس دخلك للدار ديالك اليوم لا غدا جيتي لقيتيهم، فالبوليس كيجي يدير خدمته كيرميهم للزنقه كيف ما بغا يكون النوع ديالهم، لان كيتسمى التعدي على الممتلكات. هذا القانون ديال التعدي على الممتلكات الوقت المحدد ما بين اللي واضح هو 48 ساعة. 48 ساعة انا كنقول بحال اللي بغيتي تقول يعني ليلة ونهار وليلة ونهار ليلة ونهار ليلة ونهار ما بانتيش ما هضرتيش، فانت يا في هذه الحالة هذه ما بقاتش يعني ايانامينتو مورادا، ما بقاتش التعدي للممتلكات، ولات اوكوبا. إذا سكنك في دارك ثلاث أيام عاد جيتي مثلا وعاد بغيتي تجري عليه عيطتي للبوليس، فاش كيبغيو يخرجوك كتسمك الساعة ولا اوكوبا، ما بقاش التعدي للممتلكات ولا محتل المنزل. فهاد الحالة هادي شنو كدير؟ انت كدير كدير الاجراءات ديالك القانونية هو انك دير ديكلاراسيون عند المحكمة، وبطبيعة الحال كتسنى يعني الخويس يحكم باش يجري عليهم للزنقة. المسطرة ديال هاد القضية هادي طويلة شوية. إذا شنو الحاجة اللي خصك تعمل في هاد الباب هذا باش تبقى حامي راسك دائما؟ احسن حاجه ديرها في هذا الباب هذا هو انك ملي تكون باغي تسافر عارف راسك غادي تسافر لشي بلاصه، حاول ما امكن ان دير كاميرا في دارك. حاول ما امكن ضروري دير كاميرا في الدار ديالك، مهم انك دير كاميرا. ومن الاحسن الكاميرا اللي كتعطيك داك الاشعار في التليفون باش الا ناوي غتسافر 3 ايام ولا سيمانه ولا 5 ايام ولا شي حاجه بحال هكا، الكاميرا فاش كتكون عندك
انت كتسوق الخبار في هذه الحاله هذه تقدر انك تجي دغيا بالزربه، ولا ما عجيش دغيا تصيفط شي صاحبك ولا تصيفط شي جارك ولا تعيط للبوليس يجيو دغيا. دائما تبقى على علم بداك الشيء اللي وقع في الدار ديالك دغيا بالزربه قبل ما تدوز ديك 48 ساعه، لان الا فات ديك 48 ساعه والناس بقات لك في الدار ديالك مثلا 3 ايام 4 ايام عاد جيتي، فهذيك الساعه تولى المساله عندها علاقه باوكوبا يعني محتل، سير عند القاضي طلع وهوت في المحكمه وتسنى الاجراءات، تقدر يعني المينيمو بالزربه الا زربوا عليه غيخرجوهم على 6 شهور او 7 شهور، هذه الا زربوا عليهم، الا لم اقول سنه. اذا في هذه الحاله انت ضايع، باش ما تضيعش مهم انك دير هذا الشيء اللي تكلمنا عليه في هذا الفيديو هذا، اما ترجع بالزربه واما تكون عندك كاميرا اللي كتعطيك اشعار باش كترجع بالزربه ودير الاجراءات ديالك وما تخليش ديك المحتل يحتل لك المنزل ديالك هكاك باطل. نتمنى ان هاد المعلومات تاخذوا بها بعين الاعتبار. المعلومه الثانيه اللي غنتكلم عليها واللي عندها علاقه بالقانون الجديد اللي عنده علاقه بالتدخين واللي صادقت عليه اسبانيا واللي جا مقترح من عند الحزب ديال بيبي اللي كان في المعارضه اللي كاينه في مجموعه كبيره ديال الكوبوندارز هنا في اسبانيا. شنو كيقول هذا المقترح القانون؟ تفضلوا شوفوا معايا هذا المقطع الصغير داز على الاخبار طامبيان باش تعرفوا المصداقيه، كنقول شي حاجه ما كتجيبهاش من راسي دائما كتكون يعني دايزه في الاخبار باش كنتقاسمها معكم. شوفوا هذا المقطع القصير ايضا ونكمل معكم الفيديو ونشرح لكم القانون الجديد ديال التدخين كيفاش عامل. Sí, buenos días. Este viernes el Ministerio de Sanidad va a aprobar el Plan Integral de Control y Prevención del Tabaquismo. El principal objetivo de este plan es reducir el consumo de tabaco en España. Para ello van a aplicar varias medidas, entre ellas el aumento de los lugares públicos libres de humo, también el aumento del precio de las cajetillas y sobre todo van a luchar contra los vapeadores, sobre todo los de un solo uso. También hay una novedad y es que se elimina finalmente la enmienda que prohibía fumar en espacios privados, en algunos espacios privados como los coches. اذا كيف ما سمعتوا الاخوه والاخوات القانون الجديد اللي عنده علاقه بتخفيف او لتقليل من استهلاك التدخين، يعني خرج مرسوم قانون جديد هنا في اسبانيا البارح الجمعه باش غادي يحدد او يقلل من التدخين ويقننوا اكثر. اول حاجه ان الفضاءات العامه بحال اللي كان هذه شحال مسموح انك تكمي في التراسه ديال شي مقهى، حتى التراسه ولات ممنوع انك تكمي فيها، يعني الكارو غيولي ممنوع في الاماكن العامه بصفه عامه، حتى التراسه اللي جالسين فيها الناس مجموعين حتى هي ممنوع انك تكمي فيها، ما غاديش تكمي خاصك تكمي بوحدك شي بلاصه. هذه من جهه. الحاجه الثانيه غادي تزاد في الكارو في الثمن ديالو، زياده في الثمن ديالو، هذا القانون هذا درتو فرنسا، فرنسا تقريبا دوبلت الثمن ديال الكارو باش تنقص من الاستهلاك ديالو. هنا في اسبانيا يعني تزاد في الثمن ديال الكارو، هادشي غادي تلاحظوا ابتداء من الشهر الجاي، زياده في الباكيتيس ديال الكارو، زائد واحد الحاجه اللي كانت ديجا قبل ان ممنوع تدخن حتى في الفضاء الخاص اللي هو السياره ديالك، هذه شويه حيدوها. يعني مثلا انت غادي كتسوق الطوموبيل ديالك، هذه شحال في القانون القديم كانت ممنوع تكمي حتى في السياره، دابا السياره قال لك ماشي مشكل، الفضاءات اللي هي بريفي ما عليهاش مشكل، بحال السياره تقدر تكمي في السياره ما كاين اللي يهضر معاك. اذا هما حاولوا ينقصوا حاجه ويزيدوا حاجه، يعني هنا الهدف هو تقليل او لا ما كرهوش يحيدوا الكارو بصفه عامه، كيعرفوا بان الكارو كيدخلوا منه مداخل كبيره صراحه، الدوله كتستافد من المداخل ديال الكارو بواحد النسبه كبيره، ولكن في نفس الوقت كتطبق قوانين اللي كتحاول ما امكن ان الناس يبتعدوا على هذا المشكل هذا باش حفاظا على الصحه ديالهم، حفاظا على الجيب ديالهم، وبطبيعه الحال يعني كل شيء كيكون رابح اخر المطاف. هذا الشيء اللي بغيت نخصص معكم الاخوان في هذا الفيديو، هذا هما المعلومات اللي عندي اليوم اللي حطيتها لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. اذا استفدتوا ديروا لايك، ما تنساوش تبارطاجوا المعلومه مع الجميع حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.